طيب بنفكر حضراتكم بسؤالنا التفاعلي على صفحاتنا اللي بيقول لو انت عازم ناس وحد فيهم اتأخر هتاكلوا ولا هتنتظروا؟ ناخد مجموعة من الإجابات في علي العمري، وأعتقد إن علي العمري بيوجه رسالة يا جمانة، هو عازم حد على الفطار تقريبا، يعني في أسلوب تهديد كده في رسالة، بيقول لا طبعا هناكل من غيره، مين قال له يتأخر؟ مفيش أعذار عندي طالما المغرب أذن، ويلا الله أكبر، معلش إنساني وخد عنواني، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. لو حد في الموضوع قوي طب اطمن عليه، ممكن يكون الراجل عنده عذر، هياكل بعد كده يبقى يشوفه، يعني ممكن يكون في حاجة قهرية يعني. ماشي، في ديور محمد بتقول صباح الخير عليكم، انا هستنى بس الناس المعزومه لازم تاكل عشان الصيام صعب، بس هحاول اخر التحضير على قد ما اقدر. كل عام وانتم بخير اهو. يعني الموضوع ابتدى يقل اهو شويه. في محمد ابو روكا بيقول صباح الخير على مصر، في ظل الصيام طبعا هناكل لاننا ما نعرفش ظروفه ايه، بس هنشله نصيبه لما يجي بالسلامه. يعني كتر الف خيرك والله يا محمد، يعني افتكروا برده بحاجه مسك العصايه من النص. بالظبط، يعني احنا ناكل بس هنشيل لك نصيبك. في كمان عبير سالم الغريب بتقول صباح الخير من بلد السحر والجمال، عروس القلال الاسماعيليه، صباح الخير عليكي وصباح الخير على كل اهالي الاسماعيليه. بتقول طبعا هنفطر، هي تقريبا برده زي نفس التعليق، هنفطر بس هعمل حساب اللي اتاخر، جايز الشارع زحمه. كل عام وانتم بخير جميعا، أصبح على أمي وأختي وزوجها وكل حبايبي، ربنا يحفظهم لي، اللهم أمين. في ديور محمد متفقة معاكي تقريبا وجهة نظرك يا جمانة، بتقول صباح الخير عليكم، أنا هستنى بس الناس اللي معزومة لازم تاكل علشان الصيام صعب، بس هحاول أأخر التحضير على قد ما أقدر، وكل عام وأنتم بخير. عارفة اللي هو هتلكع شوية يعني. ما أنا بقول لك، بعدين أنت كنت تتكلم إنه أنا أتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهنعجل بالإفطار، لكن كمان هنتبع سنته عليه الصلاة والسلام ونشرب مية وناكل تمر ونروح نصلي المغرب تكون الناس جت. صحيح صح، وده كده اتأخرنا شوية. طيب هنسيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم بقية فقرتنا في صباح الخير يا مصر المستمرة حتى العاشرة صباحا، انتظروا.